بيتنا القديم. اذا ساخذك الى الصيد معي يوما ما. رائع. بعد الصيد نشعل النار وننتف الطيور ثم نشويها فتصبح جاهزة للطعام. ماذا؟ كانت طيورنا جميلة، كيف نأكل الطيور؟ لا انا لا استطيع. اقصد حقا كانت الطيور جميلة، وانا ايضا اقصد انا لا اكل الطيور ابدا ابدا. صدقيني يا بيكي. حقا؟ بالطبع. لماذا لم يأتي توم؟ قال أنه سيأتي لمساعدتي. لقاؤنا غدا. حسنا سأتي غدا. هذا وعد. خذ الكعك هذا من صنع والدتي. شكرا. عفوا يا عزيزي توم، أعدك بأني سأتي غدا، ولكن هل أستطيع الحضور بعد غد أيضا؟ طبعا طبعا. وبعده أيضا؟ نعم بالتأكيد، أنت أول صديق لي في هذه المدينة، يمكنك زيارتي كل يوم. حقا؟ إذا سنكون صديقين إلى الأبد، ما رأيك يا بيكي؟ كلام جميل، صديقان إلى الأبد. بيكي، هل كنت مخطوبة لأحد؟ ها؟ كلا، ماذا تقصد؟ لست متأكدا، ولكن لا أرى ما يمنع في أن أكون خطيبك، شيء رائع، ما رأيك؟ كفى يا سيزر، هذا أفضل أصدقائي، كفى. يجب أن أذهب. وداعا يا سيزر. وداعا يا بيكي. وداعا وإلى الغد. إلى اللقاء. وداعا. كفى، لما تنبح بولت توم هكذا دائما يا سيزر؟ سيد، أخبر توم أن الطعام جاهز. هيا. حاضر يا عمتي. ما ألذ هذا الكعك، ما ألذه. ما ألذه. الطعام جاهز يا توم. حسنا، أسرع وإلا استغضب الخالة. هيا. لقد تكسر الكعك، كيف سأريه لخالتي؟ الأفضل أن أكله. منشارا ومطرقة كما وعدتني. حسنا، ولكن لماذا؟ لماذا؟ كي أبني البيت فوق الشجرة. ها؟ فوق الشجرة؟ تذكرت. لماذا؟
نسيت؟ نسيت وعدك؟ لا إلهي آسف لقد نسيت. إذن أعطني المنشار والمطرقة وسأبني البيت بنفسي، لا أريد منك مساعدة. لا تغضب، أعدك بأن أحضر غدا. هل ستعطيني المنشار والمطرقة أم لا؟ تفضل خذ هذا، انتظر سأحضرهما لك. لماذا وعدني طالما لا يريد الحضور؟ لا أعرف سبب تصرفه، قال إنه سيأتي. تفضل المنشار والمطرقة. قلت إنك بحاجة لبعض المسامير، أليس كذلك؟ هاك توم، هذا الكعك لذيذ، من أين لك؟ ماذا؟ هذا من صنع ماري. نعم ماري، حقا لذيذ. خذها كلها إن أردت يا عزيزي. شكرا. خذ المنشار والمطرقة والمسامير أيضا. شكرا. أتأتي لمساعدتي؟ حقا؟ أجل، قلت سأبني البيت لوحدي، لكن يبدو ذلك صعبا. حسنا، هذا وعد. وعد؟ أجل. لا يجدر بتوم أن ينسى وعده لهاك، لكنه سيذهب غدا لمساعدته. يا للأسف، فقد اضطر على أن يعطي هاك الكعك كله. لكنه وعد بك أيضا بزيارتها. هيا لقد انتهت الورق. خالتك مريضة؟ أجل، معدتها تؤلمها منذ أمس، حرارتها مرتفعة وقلبها ضعيف أيضا. نعم مسكينة، يجب أن أعود إلى البيت الآن يا بيكي. كي تسهر على راحتها؟ سأجلس إلى جانبها فذلك يريحها كثيرا. كم كانت تنظر إلي نظرة حزينة قبل حضوري إلى المدرسة. لابد أنها مريضة جدا. كنت أود الحضور لرؤيتك اليوم. بالمناسبة يا بيكي، ما ألذ طعم الكعك. وداعا الآن، أرجو لخالتك الشفاء العاجل. شكرا يا بيكي. لا داعي للقلق. وداعا. تريد معرفتها يا عزيزي؟ إنها فكرة رائعة حقا. انظر ذلك البيت، هل هو فارغ؟ سترى بنفسك.
أرأيت؟ يمكننا أن نصنع بيتا حقيقيا يا عزيزي. ولكن بيتي لا يحتاج إلى سقف. عيسك تتركني أفعل ما أشاء. لا تتصرف هكذا يا هاد. هيا بسرعة هيا. يا إلهي ماذا تفعل؟ توم يكفي هذا يا توم. كم مرة حملنا هذه الألواح يا عزيزي هاد؟ 4 مرات. متأكد؟ طبعا لن أستخدم كل هذا. هاك لماذا لا تصنعه منزلا من طابقين؟ إذا فعلت هذا ثانية سألقي بقطع الخشب. إني أمزح ولكن أظنها فكرة جيدة. يا إلهي لقد ساعد توم صديقه هاك في بناء البيت لأنه يريد أن تراه بك، ولكن هناك مشكلة السقف. بيت له سقف. لم يكن العمل سهلا عليهما، ولكن سرعان ما بدأ يشعران بمتعة العمل. هل تناديني؟ أجل، ليس لأمر مهم، ولكن مقبض الباب العلوي مكسور. أمرك سأصلحه. لا تنسى يا جيم. ألن تلعب مع أصدقائك؟ كلا، تبدو مكتئبا. ألن تتحسن صحة خالتك؟ ماذا؟ خالتي؟ كلا، سأدعو الله أن يشفيها. أشكرك، فأنت لطيفة جدا. عندما تتحسن خالتي سأتي لزيارتك في البيت. أنا في انتظارك. حسنا. توم، نعم، من أين لك الكعك؟ من بكي. نعم، من بكي. إنه لذيذ. آسف، لقد كذبت. لا عليك، أعتذر. لم أقصد، صدقني. هيا، لا بأس عليك. اسحب. هيا اسحب بقوة. يا إلهي هيا. تؤلمك قليلا، أليس كذلك؟ تماما، تفضلي. شكرا، كم تريد؟ دينار و80 فلسا. تشترين هدية من مصروفك الخاص، أهي لصديقك؟ كلا، خالة توم مريضة وسأزورها اليوم، هذا واجب. خالة توم؟ تقصدين السيدة بولي؟ أجل؟
رأيتها البارحة وبصحة جيدة وعافية. حقا؟ مرحبا يا روجر. أرأيتي؟ هذه الخالة بولي بنفسها. أهلا وسهلا، ماذا تريدين؟ بعض المسامير فقد نفذ ما عندنا، ويريد جيم إصلاح مقبض الباب. غريب، لم أجد مسمارا واحدا في البيت. لقد كذب علي توم. ماذا تنوي أن تفعل بالشباك يا توم؟ جيم، حسبتك في الحقل. حصلت أشياء غريبة مؤخرا، اختفت كل المسامير من السقف. حسنا، هكذا. إذن أنت تعرف مكان المنشار والمطرقة. لن أقول لك. أنا لا أحب أن أراك وأنت تجدد من قبل السيدة، ولكن إذا رفضت القول أخبر السيدة بالأمر. هذا ظلم. نعم ظلم يا جيم، ظلم. حسنا، ما هو خيارك إذن؟ تخبرنا عن المنشار والمطرقة أم تعترف بذلك للسيدة بعد الجلد؟ طالما ستعترف لما لا تقول لي الآن؟ أين خبأت المنشار والمطرقة يا هاك؟ لا تخاف، لماذا أحضرته معك؟ ها؟ لم يكن لي خيار، انتهى كل شيء. ها؟ أين المنشار والمطرقة يا توم؟ ها؟ لا أستطيع القول. فهمت، لن تعيدهما حتى ينتهي بناء هذا البيت. طبعا لن أعيدهما. حسنا، يجب أن نسرع في بناء هذا الكوخ، وهذه أفضل طريقة لاستعادة أدواتي. سأساعدكم يا أولاد. هيا إلي بالمطرقة والمنشار، دعوني أساهم في هذا البناء. وتقدم العمل في بناء المنزل تقدما ملموسا بفضل جيم، وأتى العديد لمشاهدتهم وهم يعملون، وشعر الجميع بفخر كبير. انتهينا والحمد لله. بنيناه أخيرا يا هاك. هذا كثير بالنسبة لي يا توم. أشكرك. عفوا، ربما نبني بيتا أكبر. لقد انتهى منزل هاك، تعالوا جميعا. أبدا، واحدا بعد الآخر سينهار البيت إذا ما صعدتم جميعا. كلا لا تخف، لن ينهار، لقد ثبته جيدا، كن واثقا. بيكي كذاب. اعذريني يا بيكي، اعذريني، لم اقصد الكذب، صدقيني، بل اردت مفاجاتك. انظري هناك يا بيتي، بيت هات. نعم انظري اليه، انا اكره الكذابين.
لن أكذب ثانية، فقد اكتمل بيت هاك ولن أحتاج للكذب، أعهدك. هيا تعالي لرؤيته، إنه جميل حقا. هيا، إنه مرتفع جدا. حسنا سأساعدك يا عزيزتي. هيا. لا أستطيع يا توم. انظري إلى السلم، قال هاك إنه لا يحتاج إليه، ولكني صنعته من أجلك يا عزيزتي. نعم من أجلي. أجل، هيا بنا. حسنا. انظروا انظروا للمركب. إلى القرية فتى جديد، يحدث بينه وبين توم شجار عنيف ينتهي بالمبارزة. ترى من سيفوز؟ هذا ما سنشاهده في الحلقة القادمة.